ولو جالك دور واحد مش جدع وعمل حلو قوي والدور حلو قوي، تلعب فيلن وتلعب مش جدع و... انا راجل دلوقتي بشيل، انا بطل. انا بسالك اسئله صعبه صح؟ طبعا حلوه. لا اسئله حلوه وانا مبسوط معاكي. يعني انا ليه مبسوط ان انا قاعد مع منى؟ نفس تساليني اسئله بره الصندوق يعني. لا اعمله، ادخل جواك شويه. تمام هعمله، بس ممكن اعمله من باب ان هو موضوع مغري ليا، لكن مسلسلي في الاخر برضو هيدور ناحيه الحته دي، حتى لو انا هطلع نفسي انا غلطان. بس انا في الاخر هنتصر في الاخر للطبقه اللي انا طالع منها. رايك انه المناطق الشعبيه هي اللي بتطلع الناس الصح، مش السوشيال ميديا المنفتحه؟ انت قلت الراي ده. طب ونجاحك على السوشيال ميديا وجمهور السوشيال ميديا، الناس اللي بتقعد تشير شغلك والناس اللي بتقعد؟ ده بركه من ربنا ورزق يعني. طب ايه اللي منفتح في السوشيال ميديا مش عاجبك؟ ان الكلام بيبقى بلا ضوابط. حاجات كتير ممكن بني ادم يقولها على السوشيال ميديا ما يقدرش يقولها في الـ في الـ في الحقيقه, الحقيقة. فده ده اللي بيضايق. تمام. انا احب دايما اللي انا اقدر اقوله لمنى دلوقتي اقدر اكتبه بايدي على السوشيال ميديا. لكن ما ينفعش ان انا حاجه انا ما اعرفش اقولها في الشارع او في الحياه بس اساسا واكتبها وانا مستخبي ورا. مش دي بقى جدعانه.